بسم الله. شغل الجاسوسية بقى وحبر سري و... ايوه. ايه ده؟ ايه الفكرة اللي جات لك دي؟ حبر سري. بسم الله الرحمن الرحيم. في النص كده؟ السر. سؤال السر، لو حضرتك في أوضة مقفولة ولوحدك، في جواكي سر ونفسك تصوتي وتقوليه، ايه هو؟ هفكر في امي، هفكر في امي انه في يوم من الايام كان لازم اتفرغ لها اكتر، لان كنت بشتغل كتير، واحيانا الواحد فعلا يفكر انه كان لازم يعني. الحرمان ده بتحس بيه بعد فترة طويلة جدا، انه ازاي كان عندك الكنز ده، ازاي كان عندك الحب ده، ازاي كان عندك الامان ده ومعرفتيش، وكنت مشغولة بحتوتيش ده واتحرمتي منه، وبتلجئي له دلوقتي بتدوري عليه مش لاقياه. هو ده الحب اللي راح منك يعني. الله، فيش أكتر ولا أهم، الأم ولا الحضن ولا الستر ولا الدعوة، أبدا من حضن أمك. أكتر حاجة مفتقداها منها إيه؟ وجودها في البيت. كان جايب رزق، كان جايب خير، كان الستر، كان الحنان، كان العوض، كان كل حاجة، كل حاجة. أنا حسيت لما مشت كل حاجة مشت وراها. الله يرحمه. أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال. ست بالجمال والحلاوة دي ما اتجوزتش غير مرة واحدة؟ إزاي؟ إيه السر؟ السر إني بحب ولادي قوي، ولا يمكن كنت أضرهم ولا أذيهم ولا دخل عليهم حد يأذيهم. الصبيان بيغيروا على أمهم قوي، الولد بيغير على أمه قوي، ولا يمكن كنت أخلي حد من الولاد يحس إن في راجل غريب داخل بيت أمه، أو يتقفل عليها باب وهم موجودين. مستحيل، لا يمكن. ولادي هم حياتي، عيني وقلبي. ربنا يخليهم لك يا رب. هم عايشين فين؟ هم في أمريكا دلوقتي، لكن هم معايا كل يوم، يوميا معايا. بتسافر لهم على طول؟ بسافر لهم، بس طبعا ظروفي الفتره دي صعبه شويه، بس ان شاء الله هشوفهم قريب، ان شاء الله يجوني هم واشوفهم ان شاء الله. كارت اللي بعد.